السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. BMW X2 S Drive موديل 2022، جاي محرك سعته 2 لتر توين باور توربو، يعطينا قوة 192 حصان، والجير من 8 سرعات. نتكلم على مواصفات السيارة، سيارة كروس أوفر، خلنا نقول تحت متوسطة الحجم، حجمها حلو يعني ما هي بصغيرة الحجم، تحتها يعني حجمها ممتاز صراحة. جاية بنارات LED، مواصفات البي ام دبليو المعروفة، 6 حساسات أمامية بدون كاميرا أمامية، لأنه هاي تعتبر تقريبا أقل من أقل المواصفات، يعني مو بأقل أقل شيء لكن يعني من المواصفات القليلة. تمام، إنارة LED بالكامل الأمامية مع إنارة الالتفاف، عالي واطي ما شاء الله، عدسات جدا عملاقة وجميلة. خلوني أشغل لكم الإنارة بس عشان تشوفونها بشكل أوضح. هذه هي الإنارة الأمامية، العالي هنا موجود، ما بشغله عشان ما نعمي المشاهدين. تمام، الإنارة حقت الفليشر موجودة هنا. تمام، شغلتكم جزئية واحدة عشان تشوفونها بشكل أوضح. هذه هي السيارة من الأمام، ما عليها تنبيه خروج عن مسار ولا رادار ولا نقاط عمياء، ولكن السيارة خلينا نقول مواصفاتها الداخلية وشكلها وبي ام دبليو هذا يكفي. عندنا بصمة الام باور، بما ان السيارة هذه جاية بكت ام، جنوط مقاس 20 انش كحلة باللون الرمادي المطفي من الداخل. هذه هي من الجانب، عندنا حناية عفش مع السقف البانورامي، هذه برضو بزاوية اخرى. صراحة حجمها حلو، تنفع للشباب للبنات، سيارة جميلة ومرتبة، دخول ذكي موجود عليها بكل تأكيد. الصرفية هذه عندنا اللتر الواحد يمشي 17 كيلو فاصل 3 بنزين 91، ولكن 95 عبوة افضل لانه توربو. الكلام انه ما شاء الله بي ام دبليو هذه صرفيتها صراحة، يعني اقرب ما لها صرفية الكوريلا، صرفية ممتازة، يعني ما اقول انها هي كوريلا ولكن صرفية ممتازة. هذه السيارة من الخلف، عندنا بصمة الاكس 2، بصمة الاس درايف موجودة هنا على جهة اليمين، لوجو بي ام دبليو كذلك، عليها 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية، مو 6 حساسات خلفية لا 4، وفتحتين للعادم حقيقية. الشنطة الخلفية تفتح من خلال الريموت أو خلال اللي هو نظام الركن. إن شاء الله استجابتها جدا سريعة. هذه الساعة حقتها، فيها منفذ طاقة وفيها كذلك إنارة. هذه الساعة حقتها حلوة. تمام، نقفل الشنطة خلال الزر أو الريموت، وزي ما قلنا تفتح بنظام الركل. الإنارة الخلفية بالكامل LED عدا إنارة الفليشر. يعني بي ام دبليو ما ادري ايش جاهم يوم كملوها. تمام، خلونا ندخل داخل السيارة. نجي داخل السيارة وبالأحرى من الخلف، السيارة جاية بداخلية لون أحمر الناري جلد مع إنارة محيطية جميلة، كوب هولدر في الخلف مع مسند الوسطي، وفتحات اليو اس بي تايب سي، وكذلك فتحات التكييف موجودة. تمام، تحكم في الزجاج كلها اوتو، هذه الإنارة المحيطية حلوة صراحة، يعني على بي ام دبليو وبهذه الفئة والحجم حلوة. هذه المراتب الخلفية مريحة، سعتها يعني ممتازة نسبيا. تمام، تناسب يعني اغلب الاحجام. هذه السيارة من الامام، ناخذ عليها نظرة ونروح نشرح بقية مواصفاتها. زي ما قلنا لكم دخول ذكي، نارة محيطية، تحكم في الزجاج كله اوتو مع السنتر لوك، الزجاج هنا موجود، تحكم في المرايا وطيها، هنا سنتر لوك الابواب، وكذلك هنا عندنا تحكم في فتح السعة الخلفية. عندنا على عتبات الابواب بصمة الام باور بدون انارة، هي فقط كبصمة يعني. عندنا هنا تحكم في مرتبة السائق كهربائيا والراكب كذلك، وعندنا هنا ذاكرتين لحفظ وضعية مقعد السائق. هذه المراتب الأمامية برضو جميلة صراحة، ترتيبها حلو. دخلنا داخل السيارة، هذه السيارة من الداخل، خلنا نشغلها وشي نقول بسم الله. شغل الإنارة عشان كل شيء يوضح لنا بشكل أفضل. على اليسار عندنا كشافات الضباب والتحكم في الإنارة ومستوى إنارة العدادات. عندنا على اليسار تحكم في إنارة الفليشر والعالي. تمام، وعندنا على اليمين مساحات الزجاج. عجلة القيادة مكسوبة بالجلد، عندنا تبديل خلف المقود، كذلك عندنا هنا التحكم في مثبت السرعة، وهنا تتحكم في الميديا خلينا نقول وتركات. تمام، عندنا هنا برضو كذلك بصمة الامباور موجودة على عجلة القيادة،
العدادات مع شاشة العدادات اللي جاية في اللي هو المنتصف، تقدر تتحكم فيها من خلال هذا الزر اللي موجود هنا، استعرض لك بعض الخصائص. تمام، شفتوا كيف؟ هنا على اليمين عندنا زر التشغيل والاوتو ستارت ستوب. الترتيب الكونسول الوسطي هنا برضو حلو، يعني قديم شوي صراحة، خلنا نتكلم كهوية من بي ام دبليو، ولكن يعني افضل من غيره كترتيب. هنا الميديا، وهنا التكييف منفصل بين السائق والراكب بدون لا تبريد ولا تدفئة للمراتب الامامية. عندنا شاشة شبه عائمة فيها كاميرا خلفية، هذه الرؤية حقتها. تمام، فيها نافيجيشن، فيها كار بلاي وكثير من خصائص، كذلك فيها بروجيكتر السيارة، هذا هو لو تلاحظونه. تمام، إنارة السقف LED، مراية تعتيم تلقائي، فتحة سقف بانورامية أو شبه بانورامية وتحكم فيها من هنا. ننزل للأسفل هالمرة، عكسنا الآية. عندنا هنا كوب هولدر، مساحة تخزين، منفذ طاقة، هذا هو هنا موجود 12 فولت. تمام، طفاية هنا موجودة، تقدر تتحكم فيها بالطريقة هذه، تقفل اللي تبي. شوفوا كيف، هذه بس هذه اللي هنا، هذه اللي هنا، فتقدر تحكمهم الاثنين، تقدر تتحكم فيهم الاثنين وتقفلهم الاثنين او تفتحهم الاثنين. الجير هنا موجود، ثمان سرعات. هنا عندنا وضعيات القيادة، السبورت والايكو والتراكشن، وكذلك الحساسات تقدر تقفلها من هنا. عندنا الجلنط الالكتروني هنا موجود، والماوس اللي موجود هنا، وهذه الازرار للتحكم في خصائص الشاشة، هذه شوفوها، تقدر تغير لون الإنارة المحيطية وكثير خصائص. خلونا نرجع مثلا الآن، من هنا تقدر تغير برضو الإنارة المحيطية، زي ما تشوفون عندنا مثلا البرتقالي، وعندنا نرجع عندنا البرونزي، وعندنا أيضا الأبيض. تمام، عندنا الأخضر، حلو الأخضر صراحة يعني الأحمر، ولكن الأزرق أفضلهم. عندنا بنفسجي برضو، يعني ممكن إخواننا البنات اللي بيشوفون هذه السيارة ممكن تعجبهم، ولكن الأزرق مع الأحمر أفضل، يعني كذا معطيها مكس حلو. تمام، عندنا مسند وسطي هنا في المنتصف، خلونا ندور الكاميرا. تمام، هنا عندنا مسند وسطي، وعندنا مساحة تخزين هنا موجودة، ترفعه بالطريقة هذه، وعندنا منفذ USB ومنفذ طاقة 12 فولت. تمام، والمسند الوسطي تقدر تفتحه بالطريقة هذه، توصل مساحة التخزين اللي موجودة هنا. فطريقة غريبة بنفس الوقت حلوة، يعني انه ما خلوها فاضية، خلوها مسند وسطي ومساحتين تخزين، يعني ترتيبها غريب ولكنها حليل، يعني زي ما نقول. تمام، هذه ابرز مواصفات السيارة من الداخل. هذا كل شيء عنها صراحة، يعني ان شاء الله ما نسيت شيء. شماسات، فيها مراية مع الانارة بكل تأكيد، السائق للراكب برضو اكيد عنده. تمام، انارة السقف بالكامل LED مع مراية تعتيم تلقائي، فهذه أبرز مواصفاتها من الداخل. عندنا هنا أيضا تلاحظون، بس بقفل الباب، عندنا لوجو X2 كبروجيكتر مضيء هنا موجود، حاول أوضح لكم إياه أنا. تمام، صراحة حلو يعني على الجهتين موجود. ولو هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. سعر السيارة 240,000 ريال شامل الضريبة، وموجودة عند معرض مكحم للسيارات، تعالوا وشرفوهم أو تواصلوا معهم عن طريق الرقم موجود في صندوق الوصف، مع أخوكم أحمد استشاري مبيعات، وإن شاء الله ما راح يقصر معاكم لو قلتوا له من طرف قناة يزيد. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وكذلك ضيفونا على سناب شات، لأنه نصور شغلات مو موجودة في اليوتيوب، ولو إني يقطع فيه مرات، ولكن زي ما يقول كل واحد عذره. عموما، إلى هنا وصلنا للنهاية، يعطيكم العافية على المشاهدة، فمان الله.